إحصاء الجزائر 2022 وش نقصد به؟ هو العملية الدورية اللي يقوم بها الديوان الوطني للإحصائيات، يقوم من خلالها بحساب عدد سكان الجزائر باش نعرفوا خصائصهم وتوزيعهم الجغرافي، ظروف معيشتهم، مستواهم التعليمي، واستعمالهم لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وغيرها من المعلومات اللي راح تشكل قاعدة إحصائية لبلادنا. وعلاش نقوم بالإحصاء؟ المعطيات الدقيقة اللي نوفروها مكننا من تحديد احتياجاتنا وأولوياتنا حسب خصوصيات كل منطقة، بما يسمح ببرمجة مشاريع تحسن معيشتنا، مثلا بناء المدارس، المرافق الصحية، وبناء المنشآت الجوارية الضرورية، الربط بمختلف الشبكات، وتعزيز المواصلات. كيفاش تكون عملية الإحصاء؟ أولا يلحقنا إشعار بالمرور، وبعدها يزورنا عون الإحصاء، رح يسألنا أسئلة بسيطة وكل أجوبة رح تكون سرية ومؤمنة، وفي الأخير رح يعطينا بطاقة الإحصاء، وهي وثيقة تسمح لنا بتبرير غيابنا والاستفادة بنصف يوم عطلة مدفوعة الأجر. وقتاش تكون هذه العملية؟ من 25 سبتمبر إلى 16 أكتوبر 2022، وكل هذه التفاصيل رح تسيبوها على موقعنا احصاء2022.dz. تعاونكم رح يساعد في نجاح العملية. مع بعض نحصي حاضرنا لصنع مستقبلنا.